القرون مواقفا ومثالا، تبع الرسول إذا سعى أو قالا، كانوا هنا يسقون غيم حياتنا، فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى. أسعد الله أوقاتكم بكل خير يا أصدقاء، أرجو أن تكونوا بأفضل حال. أهلا وسهلا بكم بالفيديو الأول من سلسلة مع الصحابة. أسعد الله أوقاتكم بكل خير يا أصدقاء، أنا اشتقت لكم كثيرا ومتحمسة جدا لنبدأ بالسلسلة. هذا الفيديو قدم بالتعاون مع فريق 100 كاتب وكاتب في سوريا، والآن دعونا نبدأ. بداية يا عزيزتي، الصحابة هم من أسلموا وماتوا وهم على الإسلام، وهم من رأوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، فمنهم من ولد قبل ولادته ومنهم من ولد بعد ولادته. حسنا، والآن السؤال الأول يقول: من هو الفدائي الأول في الإسلام؟ هو علي بن أبي طالب. صحيح. والآن السؤال الثاني يقول: من أول من أسلم من الصبيان؟ الجواب: علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أحسنت يا حبيبتي. والآن السؤال الثالث يقول: من أول من أسلم من الصحابة من الموالي؟ الجواب: زيد بن حارثة. رائع. والآن السؤال الرابع يقول: من هي الصحابية صاحبة مقولة لا يضر الشاة سلخها بعد ذبحها؟ أسماء بنت أبي بكر. أحسنتي، رائع. والآن السؤال الخامس يقول: من أول من أمر بجمع القرآن الكريم؟ الصحابي أبو بكر الصديق. أحسنتي. والآن السؤال السادس والأخير يقول: السيدة فاطمة بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من هم أبناؤها؟ الحسن والحسين. ومن أيضا؟ لا أعلم. حسنا، سأخبرك: أم كلثوم. إلى هنا يا أصدقاء انتهى فيديو اليوم، والآن أترككم بحفظ الله ورعايته، على أمل أن نلقاكم مجددا. دمتم بألف خير. خير القرون مواقفا ومثالا، تبع الرسول إذا سعى أو قالا، كانوا هنا يسقون غيم حياتنا، فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى.